اسم مشروعنا كان ام سكوير ديزاين. شاركنا في مشروعي النسخه الثالثه. من خلال مشروعي تعرفنا على شلون نسوي بزنس بلان، شلون ندرس السوق، شلون نقدر نقنع المستثمرين والكلاينتس في الافكار مالنا. الحمد لله قدرنا نفتح مكتبنا، بدت الناس تعرفنا، بدت تجينا مشاريع جديدة. اللي يميزنا ان احنا نحاول ان نكون دائما مطلعين على احدث التقنيات في مجال التصميم والبناء. واحنا مجموعة من الشباب البحريني، تصاميمنا تتميز بان هي حديثة وتتواكب ويا الموضة العالمية. طبعا رسالتي للشباب اصحاب الافكار الابداعية، شاركوا في مثل هذه البرامج، بتساعدكم على تحويل افكاركم الى واقع، وبتفتح عليكم أبواب جديدة بتساعدكم أن تسوون مشروعكم.